هذا اشترى لما يشطح. انا عندي بتي ميساج لحقو الشعب الجزائري، لا ماجوريتي تاع الشعب الجزائري يا خويا انا نقول له حك جيبك يطيح الشتاء. اغلبيه تاع الشعب الجزائري شغل عنده كرابا في جيبه. زكي خويا العزيز، زكي زكي. عندك كاين الناس عندهم الملاير، عندهم كاسبين الملاير، كاسبين الدنيا كاع، الجزائر كاع يتيك، ما يقدرش مين با يزكي كيما نقولوا 25 الف في المليون. 25 الف في المليون يا سيدي، انت كيما نقول هذيك 25 الف ما بيش راك دير بها. كاين اللي عندهم مصروف جيبو 100 مليون، مصروف جيبو 100 مليون، ما تقدرش تزكي. كيما نقولوا الزكاة كيما نقولوا الشتا الما يشطيح. ثاني افعال تاع الناس يا اخو، افعال تاع الناس. كاين اللي يصلي في الصف الاول وعقله الداخل يخمم هذا دراهم ما على باليش، واحد يسالو منين يجيب دراهم ما على باليش، كيفاش يخمم في الامور الدنيويه. في الصف الاول يصلي، في الصف الاول وهو يصلي خشوع ما كاش. لوزتي هي أقراص مطهرة ومرطبة للحلق، تساعد على تخفيف احتقان الحلق والأنف وبنكهات مختلفة. متوفر في الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك